لينا علاقات كتير جدا، في ناس قريبة من قلبنا وما بنحطش حدود بيننا وبينهم، وناس تانيين علاقتنا على الهامش معاهم، وناس في الوسط. ولكن دايما نقول لازم يبقى في مساحة أو مسافة بيننا وبين الناس اللي قدامنا عشان ما يحصلش صدام. المسافة دي نعملها ازاي وحدودها ممكن تكون ايه؟ شوفي، هي طبعا بتختلف من شخص للتاني، يعني علاقتك بيه مداها قد ايه. طبعا الاهل المقربين قوي لازم تكون في مسافة، بس اسمها مسافة احترام. لازم المعاملات تكون باحترام شديد جدا جدا، لان لو راح الاحترام ما عادتش العلاقة ليها زينة. يعني الاحترام دايما بيزين العلاقة، بيخليها شكلها حلو، بيخليها تستمر بصفاء للاتنين. الاتنين بيبقوا مستريحين وهما بيتكلموا مع بعض. المسافات مع جميع الناس المقربين والبعاد لازم تكون في مسافة، إن قربت أو بعدت، بس يكون ليا ليميت مع خلق الله كله. ليه؟ أنت لو شفتي الصورة من بعيد، أي صورة ليها مسافة معينة بتبقى بتفضل جميلة لحد ما تقربي، يعني ممكن خطوة كمان تخلي اللي أنت الصورة شايفاه شكلها بريق. مش واضحة. أنت شايفة بريق حلو قوي من بعيد، قربتي ليه لقيت البريق ده راح ولقيتيه حاجات خامتها مش حلوة. فطول ما انت عند المسافه الامان اللي انت شايفه فيها المنظر ده من بعيد شكله حلو، انت كده تمام. اوقات ناس بنتصدم فيهم اما بنقرب لهم قوي، اما بتكون حياتنا الشخصيه وحياتهم الشخصيه مفتوحه دايما على نقول بعض. ما تشوفوش الحقيقة كاملة. وفي نقطه بقى الناس ما تعرفهاش، غير مسافه الامان في حته مستخبيه حتى مع المقربين جدا. يعني ممكن اختك في حاجات ما تعرفهاش عنك، عن تفاصيل قوي في بيتك، يعني هي شايفاكي مثلا حياتك جميله من وكلها بره من بره، مهما كان هي قريبه منك جدا مش شايفه الحقيقه كامله. في حاجات ما بينك وما بين نفسك، ممكن صراع داخلي، ذكريات مؤلمه، متضايقه من حاجه طول الوقت، تعبانه ومش عايزه تقولي لحد، ولادك اشقيه، ولادك تعبينك، ليكي ابن عاق، حاجات كتير قوي. مش شرط ان انا اكون عرضاها للناس، حتى اقرب المقربين ليا هم شايفين حياتي كاملة. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حياتنا كلنا مش كاملة، في جزء خفي محدش يعرفه إلا أنا مع ربنا صحيح. فقط. حتى ممكن يكون جوزي وما يعرفش الألام اللي جوايا، ممكن أكون أنا تعبانة عندي ألم في جسمي هو نفسه مش حاسس وفي بيه. ناس مهما عبرت ما بتبقاش عارفة تترجم اللي جواها لكلام أو حاجة ممكن تقدر تقولها. برافو عليكي. فلازم كل الناس تعي تماما ان اي حد قدامه عنده منطقة خفية محدش يعرفها، ما تحسدهوش على المنظر اللي موجود، لانه من جواه ممكن يكون معارك قايمة ومش قادر يعبر عنها. في ناس بتبين الجزء الحلو علشان تفضل شكلها جميل ومستق شايفة ناس شايفاها مستقرة نفسيا وكويسة.